فأهلا وسهلا فيكم المطبخ اللبناني. اليوم حنعمل احنا وياكم مغربية على الطريقة اللبنانية، وعلى كل واحد بيحب على طريقته كمان بتنعمل. انا عندي هلا هون ملعقتين زيت نباتي حطيتهم على النار، وعندي كيلو فخاد غسلتهم نظفتهم، هبلش قليهم قليهم قبل شوي قبل السلق. بقليهم قبل مشان تفصل الزفرة عنهم، وبرجع بجيب لهم مي سخنة. هلا حضرت لهم شوية بهار مغربية كمان عشان تخفف عنهم الزفرة. نحطها بالكهوة. هلا مثل ما شفتوا قلبتهم انا على المايل الثاني، حطيت لهم رشة ملح ورشة كراوية. هلا بقلب فيهم وبهار حلو. هلا بضلني بخليهم على النار ليعطوني لون الذهبي، برجع بضيف لهم الماء. هلا مثل ما شفتوا قليتهم انا شوي مشان احط لهم مي غمرتهم، وضيف لهم ورق الغار والقرفة العودان. هلا هضيف لون ورق الغار. وحب الهيل. هلا حضيف لهم 5 حبوب من حب الهيل. وبهيدا الوقت اللي عم بينسلق فيه الدجاج انا حطيت ملعقتين زيت نباتي، وفيكم تحطوا زبدة او سمنة. انا حطيت زيت نباتي. عم بدي اقلي البصلة كويس صغيرة، حبتها صغيرة البصلة، بقليها لتصير لونها ذهبي ومثل ما بدي. هلا بلش البصل يتقلى معي ليصير لونه ذهبي. برجع بشيلهم وبحطهم على جنب. هلا مثل ما شفتوا البصلة حمرت معي، هاي اللون اللي بدي اياه انا. انا حشيلهم وحطهم على جنب. فيكم تقطعوا تسقيط البصل، بس انا بحب نكهة القلي تعطيها نكهة كمان كتير فايدة. جربوا هاي الطريقة
كثير مميزة وطيبة، نكهتها غير شكل. أنا هلأ هحط المغربية، بلش أقليها. أضف لهم رشة بهار مغربية، خليها لتسخر معي. هلا مثل ما شفتوا سعروا معي، وانا حبلش هلا احط من مرقة الدجاج شوي شوي، سقيلهم شوي شوي. بحطهم بتجنن. هلا مثل ما شفتوا انا عم تقيلهم شوي شوي لياخذوا النكهه اللي بدنا اياها. بضلني بحط زبلون لحتى تبين معي العجينه انه تبعد من المرق. هاي صوروا معنا، هلا بنرجع بنضيف ليون الدجاج. هلا مثل ما شفتوا الدجاج سوا معي، انا حسقط البصل ليستوي. هلا مثل ما شفتوا استوت البصلة معنا، انا حضيف المغربية. بتركهم لينطبخوا على بعضهم، برجع بضيف الدجاج فوق. هلا مثل ما شفتوا استوت معنا حبة المغربية، هلا حضيف الدجاج هيتنكه معهم ليدمجوا مع بعضهم، وخمس دقايق طفي عنه. بحطه بتشحن. هلا بنطفي عنهم بنشوفهم بالسكن. مثل ما شفتوا هاي المغربية صارت جاهزة. ألف صحة وهنا. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.